خصنا نضامنوا، خصنا نتحدوا، خصنا نكونوا رجال، خصنا نبدلوا التصويره ديال البروفيل ديالنا. السلام عليكم. الاكتيفيزم او الحراك الكسول كما نقدروا نسميوه هو مصطلح جديد اللي ظهر تقريبا شي 10 سنوات هذه، اي ما بدايه الالفينات، ولكن زاد تطور وانتشر مع الظهور ديال مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الحراك الافتراضي اللي كيعتمد فقط على الكليك ممكن نلقاوه في مجموعه ديال الاشكال، مثلا العرائض الالكترونيه، حملات الهاشتاج، او حملات التويبونز، يعني دوك اللوغو اللي كنحطوا في التصاور ديال البروفيلات ديالنا، او انك دير لايك لواحد الصفحه، او اضعف الايمان تبدل التصويره ديال البروفيل ديالك. اي عشري شنو التصويره كحله ديال البروفيل ديالك؟ وي لا راه حتى انا مضامن دير حداد على غزه داكشي علاش. السؤال اللي كنطرحه الان، اشنو السبب ديال الظهور ديال السلاكتيفيزم؟ الغرض الاساسي من السلاكتيفيزم وهو اننا نثبتوا داك الانتماء ديالنا، سواء الكومينوتي سواء لواحد الحركه او واحد المجموعه ولو بابسط الاشياء. كما ان السلاكتيفيزم كيلبي فينا ديك الرغبه لاننا نحسوا براسنا فاعلين في المجتمع واننا كنقدموا شي حاجه كتفيد الاخرين. وبسبب الانتشار الكبير ديال الحراك الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، الماركات التجاريه ركبوا على هذه الموجه، بحيث كتلقى ماركات كيقول لك مثلا دير لايك لهذه الصفحه او لهذه التصويره، وكل لايك غيعطيو المقابل ديالو مثلا دراهم لواحد الجمعيه. ومن اشهر حملات الاكتيفيزم في المغرب في الاونه الاخيره كانوا مثلا الحملات ديال التضامن مع الاشقاء ديالنا الفلسطينيين في الاراضي المحتله، او حتى الحراك الافتراضي اللي عرفوا المغرب في 2011 بسبب الثورات العربيه، او حملات الهاشتاغ اللي كانت تطالب مثلا بالافراج عن المعتقلين، او حتى حملات الهاشتاغ والتغيير ديال صور البروفيل تضامنا مع الضحيه ديال فيضانات الجنوب. يا خالد نوض نوض سخر ليا نوض. والواليده ما تشوفيش راني مكرفص، راني خدام كنضامن مع الناس ديال الجنوب. وحتى نسالي حتى نسالي البرد. بالضبط هذا هو السؤال اللي كنطرحه، يعني انت جالس في المكان ديالك وكتشارك في واحد الحراك افتراضي، واش هذا السلاكتيفيزم ديالك غادي يكون عنده واحد التاثير على الحياه الواقعيه، ام انه فقط موضه وكتحاول انك تمشي مع الموجه وصافي؟ هنا الصراحه الجواب ما نقدروش نحددوه بالضبط، لان كل حراك افتراضي والظرفيه ديالو. فإلا خدينا الحراك الافتراضي اللي وقع في مصر في 2011، فيوميا كنت تكتب اكثر من 130 الف تغريده، وهذا اللي ادى القلب ديال النظام ديال مبارك في اقل من 3 اسابيع. اما في حين الا خدينا مثلا العرائض الالكترونيه اللي كيدوزهم قدامنا يوميا، فالاغلبيه في نظري ما عندها حتى تاثير على الواقع وما كتغير حتى حاجه. لهذا كيبقى الاساس ديال الحراك الافتراضي هو اطاره الانتباه ديال الراي العام وخلق واحد النوع ديال النقاش حول واحد الموضوع معين في مواقع التواصل الاجتماعي. لهذا كان من الافضل ان السلاكتيفيزم يكون واحد البدايه ثم يكون عنده من بعد واحد الامتداد في الحياه الواقعيه، مثلا دار من بعد واحد الحمله ديال جمع تبرعات، او حتى مثلا دفع بالشباب للنزول للميدان والتدخل فعليا. وكمثال كاينين حملات تبرع اللي داروا مؤخرا لفائده الضحايا ديال الجنوب، بحال مثلا الحمله ديال كوتيزي، او حتى الهاشتاغ ديال سون ديغام بوغ ايدي. وفي الاخير بغيت نذكر بواحد الحمله اللي كانت قامت بها المنظمه ديال يونيسيف، وحاولت تذكر فيها الناس ان لي لايك ماشي هما اللي كينقذوا الحياه ديال الاطفال، بل اللي كينقذهم هما التبرعات الماليه. وليدي عاون هذا المسكين في سبيل الله. هو هذا الحاج مسكين كيقطع القلب. صبر الحاج صبر صبر الشريف. انا جوج ديال لي لايك والله ما تردهم ليا في وجهي. خذ رزقك هذا. ايوا اش غنقول لكم؟ اقول له باز وصافي تلاقاو في حلقه جايه ان شاء الله.